ولجتوا مهنة التعليم عن حب، حلموا الطفولة الذي تحقق. تقتضي مبادرة الريادية إنشاء قاعة لاستكشاف المهن. هذه المبادرة مشروع ضمن الرؤية الاستراتيجية ينزل إلى أرض الواقع. إذن اليوم نستكشف مهن جديدة وحرف جديدة. في الزيارات الميدانية تعرف مع المهندس على التصميم، فرأوا فعلياً كيف نستثمر هذه الرياضيات التي يدرسونها حالياً في مهن المستقبل. فعندما يعرف الطفل علاقة ما يدرسه بما ينتظره مستقبلاً من مهن، فهذا يزيد رغبته باستكشاف المهن. تعرف الأطفال مثلاً على مهنة النجار، جعلتهم يعرفون كيف يمكن للنجار أن يبتكر أدوات تعليمية في مساعدة التعليم. شارك في القاعة 9 أساتذة بمعدل فوجين لكل أستاذ، تقريبا بين 30 إلى 36 تلميذ في كل فصل، يعني تقريبا أكثر من 700 طفل. ما شاء الله نتائجهم كانت أكثر من رائعة. ساعدتنا قاعة استكشاف المهن من الخروج إلى كل ما هو نظري إلى المرور إلى كل ما هو تطبيقي ملموس. الشيء الذي ساعدنا على اختيار الطلبة للمهنة المحددة التي يفكرون مستقبلاً أن يكونوها ابتداءً من سن مبكرة. من قصص النجاح في هذه المبادرة الطالبة إيناس المحسن، موهبة اكتشفتها في مجال الإبداع الأدبي. أول تجربة لنا في المسابقات الوطنية والدولية، وكانت هي المرتبة الأولى دائماً. قد قرأت ما لا يقل عن 50 كتاباً، وقد انخرطت في مسابقة تحدي القراءة. أمجد الحمري، الطفل الذي اكتشفنا عبقريته وإبداعه في مجال البرمجة. أخذتنا الأستاذة أمل في زيارة إلى روض براعم الخير، وبعد هذه الزيارة أحببت مجال البرمجة وانخرطت فيه. الجائزة زرعت فينا كأساتذة الثقة بالنفس والحب العطاء، وأعطتنا فرصة. أنا تعرفت على أساتذة المشاركين، وهذا يجعلني أفخر أنني لست وحدي التي أحب هذا المجال، ولكن من كل الدول العربية هناك أساتذة يبدعون وهناك من يشجعهم.